معكم مع واتس كوكينج. اليوم دلال مثل ما قلنا امبارح حضرت لي طلبت منا تحضر شيء اوريجينال عرز بحليب. صباح الخير ستيفاني. هو رز بحليب. هو رز. اليوم عندنا هيك وصفتين. اول وصفه هي الفواكه. اليوم حبيت اشتغل بمزيج الفواكه اللي بدي اضيف له شويه من الحليب والحلاوه والعسل ودخله على الفرن. الوصفه الثانيه هي رز بحليب على سحلب يلي هي من الوصفات الطيبه كثير. يو ميد ماي داي. ثانك يو ستيفو. انا بعرف جايه من السفر. ايه مش هي القصص الطيبه. طيبه، لكن خليني اقول اول شيء انه انا اليوم حيلا نوع من الفواكه، يعني في موز، تفاح، انجاص، اوقات بيبقى عندنا ما بعرف اذا بعد عم بيبقى عندنا هالايام، بس اذا بقى عندنا مثلا تفاحتين كثير مستويين، شويه من الدراء، مشمش، شو ما عندي ما بكبهم، بقطعهم هن منيين بدخلهم على الفرن. مع شو بدي ادخلهم على الفرن؟ بدي ادخلهم مع الحلاوه، مثل ما الكلمين يلي بيواكبني بيعرف انه انا من محبي الحلاوه. حيلا نوع من الحلاوه. شو بدي اعمل؟ بدي اضيف لها شويه من الحليب. اوكي. يعني تقريبا مثل الكلافوتي بس ولا مثل الكلافوتي بس بلا بيض. بلا بيض. ما راح احط بيض، راح احط حلاوه. مع حليب. مع حليب. راح اكتفي هون. راح احط ملعقه من العسل. مع الحلاوه راح احط عسل. في ما حط عسل، ما عندي بالبيت ما بحط. نحط اصلا الحلاوه سي سكري يعني ولا. فينا ما نحط. ما حطينا سكر ليه؟ لانه اوريدي كمان الفواكه اوكي مليانه حلو. ولا مزجتهم كلهم سوا. شو بدي اعمل؟ جبت حيلا نوع من الصينيه، ما حطيت شيء بالكعب. اوكي. نحط الحلاوه مع الحليب. حط الحلاوه مع الحليب. اوكي. غنجينك اليوم سبت. ايه دايما بس ايه سبت انا لانه بحب الحلو. خليني اقول ستيفاني سكري. انا ما عندي عسل، ما بدي احط عسل. اذا عندي بالبيت مزهر موارد كمان بحط شويه من المزهر والموارد. ما حطينا سكر. هيدي وصفه خليني اقول للمشاهدين بعملها بلا حلاوه، بحط لها بيضه مع شوية من السكر وبكتفي تتكمش هون. تتكمش ولا خلينا نكتفي هون. جبت الفواكه النية يلي ما قشرتها مثل ما هي تركتها، قطعتها أكيدة. اوكي بدي غطي وصفتي. عندنا تفاح، عندنا درة، كرز، موز، انجاص، شو ما عندي. اوكي بدي كبكبهم بهيدي الطريقة، يعني بدي مش ضروري حد بعضهم ابدا، مش ضروري نصفصف، ما بدي صفصف. بتعرفي بالصيف حلو انه ناكل فواكه. اكيد. وهلا الموسم، موسم يلي عنده كثير فواكه، عنده شجر فواكه كل يوم بياكل. هلا اللي عنده شجر فواكه عم ببيعهم ستيفاني. لا كمان الفواكه صارت كثير غاليه للاسف. خليني اقول انه انا عندي كثير ناس ما بدي اقعد اعمل كاسات صغار، بجيب صينيه بدخلها على الفرن كبيره وبشتغل بزيت الطريقه. اوكي. في اعملها مع موز، مع موز وتفاح، مع دراء، مع مشمش، ايه مع كرز، مع فريز. فينا ما نكتر هالقد. ايه في اعمل شويه. يلا انا اختم مع الكرز واقف هون. كثير منيح. هي اول وصفه.
هيدي أول وصفة. بس الفواكه شوي لنقطعهم وهيك بياخذوا شوية وقت، بس هي القصص ينو ما بدها يعني شيء، ما بدها شيء كثير هين. لكن ورق. إذا ما بدنا نحط حلاوة بنحط بيضة. بيضة، إذا عندي لكوم بالبيت راحة كمان بشتغل معي، يعني أنا اليوم وقفت بين الراحة، يلا رح أوقف هون. هقتك ما كان عندك راحة بلا عندي. عندي. بس ما كان جلادي أعمل معها. كان هيك حسيت يا ساسيفي سيبا فوالا. اوكي شو بدي اعمل؟ بدي ادخلهم على الفرن قد ايه وقت؟ ما بدنا اكثر من 10 ل 15 دقيقة. اوكي خليني اقول انه انا اليوم عندي باربيكيو بالبيت او عندي عزيمة بعملها وبقدم حدا ايس كريم على فاني تطلع طيبة كثير. يلا هلا بدنا نعمل رز بحليب صح. على سحلب special request. يلا هيدا لستيفاني. اول شيء رح احط الحليب، اعمل كميه صغيره. سلقت الرز قبل؟ اوكي خليني احكي شوي. في ناس بيسلقوا الرز بالحليب وفي ناس بيسلقوا الرز هيدا قبل. هيدا بدي اقوله، بدي اقول اول شيء للرز بحليب في العديد والعديد من الوصفات، انا عندي كذا وصفه كل مره بعمل شيء. خليني اقول اذا بدنا الوصفه الاطيب ستيفاني هي انه نسلق الرز بالحليب، اذا بنسلق الرز بالحليب طعمة الرز بتتغير، يعني بتصير رز بحليب اطيب من ما اسلقه لحاله هيك. انا كيف قصدي رز بالحليب؟ يعني حط الرزات مع الحليب واسلقهم سوا وابرمهم، يعني ستوي الرز مع مزيج الوصفه يلي عم نشتغلها. اليوم بدي اقول للمشاهدين انه انا ستويت الرز بالحليب بس لحاله قبل ما نطلع على الهواء لضيق الوقت. أوكي. ليه؟ لانه بصير بده وقت اكثر، يعني اذا هلا بدي احط الرز الني مع الحليب بده وقت اكثر لضيق الوقت. سلقت الرز، حطيت حليب، سلقت. اليوم عم بحكي على رز مصري اكيد يلي ستويته كثير منيح. من شو معموله وصفتي؟ خليني اقول حطيت 3 كبايات من حليب السائل. بدي اضيف لهم مثل ما كل مره بقول انه سكر ذوق، يعني في ناس بحبوا كثير الحلو، يلي بحب كثير الحلو بقول له يحط كبايه من السكر. أوكي. يلي ما بحب كثير انا على طول بحط نص كبايه، خاصه وانه السكر بيختلف كل نوعيه عن الثانيه ستيفاني حسب كثير مهم حسب الماركه وقد بتحطي صح. لكن حطيت سكر، أنا هلا عم اشتغلها على النظر، حليب، حطيت 3 ملاعق من السحلب، يعني خليني أقول إنه لكل كباية من الحليب السائل حطيت لها ملعقة كبيرة من السحلب، وأنا اليوم عبالي أنصح كل المشاهدين اللي عم يحضروني إنه يعملوها، أنا هيدي وصفة بعملها ستيفاني أشطلية بلا رز، يعني في ناس ما بحبوا الرز بحليب، ما بحبوا طعمة الرز، بشتغلها أشطلية مع السحلب. بعمل قشطة مع السحلب مع العسملية، يعني بكون طلعنا شوي من العادة، بتكون وصفة عن جد طيبة. شو بضل في لوصفتنا؟ لتتميز وصفتنا اليوم، لأنه بعرف إنه يمكن العديد من المشاهدين بيعرفوا يعملوا رز بحليب، حطينا سحلب، حطينا حليب، حطينا سكر. أنا اليوم بدي أضيف الرز على الحليب السخن، بدي أرجع ستيفاني لو حطيت سحلب بشد ولو الرز بشد، بدي أحط شوية من النشا. بشو بدي أختم وصفتي؟ بدي أختم وصفتي مع المزهر والموارد لو حتى سحلب، وأهم شيء اليوم حبيت أضيف على وصفتي علبة من القشطة، يعني جبت قشطة وبدي أضيفها هيك، عبالي نصحكم اليوم أكثر من العادي. فوالا سحلب بشد تخبيص اليوم والرز بشد. فوالا عم حط الرز، لكن انت سلقت الرز بالحليب، سلقت الرز خليته يخبص. كيف نعمل تبع ريزوتو؟ بذات الطريقه. شو بضل عندي؟ لانه السحلب شد في محط نشا، في اكتفي هون، يعني اذا ما هيدا شو بضل عندي ستيفاني؟ بضل عندي حط مزهر وموارد واختم وصفتي بالقشطه. اليوم بتقولي لي انا ما بحب القشطه، بقول لك فيي اوقاف هون. اوكي قولي لي بس من قال لك انا ما بحب القشطه؟ اها انا بعاني. الرز بشد، السحلب بشد، بنحب السحلب وبنحب رز بحليب.
اللي نحن اللي بنحبها. هلا ما في ما حط نشا وفي حط نشا، بس حاكتفي هون. بضل عندي خلصت الوصفه، يعني اهين وصفه هي الرز بحليب، هي القشطانيه، هول من الوصفات السهله. اذا كمان بدي اعملهم قبل بوقت اطيب، يعني في اذا بكره الظهر بدي اكلهم اشتغلهم قبل بليله كمان اطيب. لكن خلينا نرجع نعيد سريعا، انه اشتغلنا بالحليب السائل، لكل كبايه من الحليب السائل حطينا ملعقه من السحلب كبيره، رجعت ضفت على وصفتي الرز المسلوق بالحليب، على طول على نار حطينا المزهر والموارد. بدي اختم وصفتي بالقشطه. خليني اقول انه في كمان اذا ما بدي احط سحلب، انا هيدي وصفه بعملها مع العسل يلي هن الوصفات الطيبه كثير. حطينا القشطه، حطينا القشطه وخلصت الوصفه ستيفاني. يعني ما بنرجع بنحط الوصفه على النار، لا بدي هلا اعبي الكاسات. بدي زينها بالفستق الحلبي، عبالي اليوم حط شويه من البسكوي المطحون وشويه من الفستق الحلبي، وهيدي هي وصفتي. فلا بدي اجيب ملعقه وبدي بلش، لحسي انه ما حطينا نشا مزبوط، لانه السحلب والرز بشط. خليني كمان بهالوقت اقول للمشاهدين انه انا هيدي وصفه ما بدي اعمل رز، بعملها بزيت الطريقه مع سحلب بلا رز. اذا عندي شويه فواكه بقى، عندي شويه كرز، شويه تفاح، نجاص، دراق، بقطعهم مثل ما قطعناهم للوصفه ستيفانيه اللي بالفرن وبمزجهم معهم، او بغطي القشطانيه بالفواكه يلي بكون مزجت معها شويه من العسل. اليوم تنغير الفارينات تكستير مع القشطه غير شكل. هلا بدنا نحط شويه ورح اكتفي هون. كثير منيح اول وحده. شفتي كيف شدت ستيفاني؟ كثير، لانه السحلب والرز بشد. فوالا بروفيسيونيل قد ما في نظر ستيفاني. فوالا نكتفي هون. اوكي هلا هي بطل بروفيسيونيل. صبتك بالعين. كنت بروفيسيونيل. كثير مع الكل. يا كثير منيح. شو بدي احط اللون؟ فستق. بدي احط اللون زبيب. شوية من فينا نحط زبيب إذا بدنا. فينا نحط بسكويت كمان. بدي احط شوية من البسكويت مع الفستق الحلبي. ما بدي احط فستق حلبي، بحط بسكوي، بحط زبيب، بحط شو ما بدي، في ما حط شيء. اوكي. قولي لي احسن شيء. اخف. فوالا. ما بنكتر نكسه. ما بدنا نكتر. شوي. هيدا بسكوي عادي مطحون. ايه بكفي غير ال فينا ما نحط فستق لانه غالي، نجيب بسكوي هيك شوي. فكره حلوه. فينا نحط قرفه، فينا نحط قرفه، فينا نحط فوالا. حاكتفي هون. اوكي يا رح ناخذ سوا وقفه مشاهدينا، نرجع منتابع منشوفكن بالتيستي. هاي اهلا وسهلا. اليوم كل النهار عم نذوق. عم ندوق كل النهار. كله حلو اليوم. هذا كله حلو، كله عسل ونحلة وهيك. كل حلو
كله حلو اليوم. بس على حظي الحلو انه اليوم طالع بين الحلو. حظنا الحلو لكن لانه مش عندي بروفي بدي انتي ستريس. انت ودلال بنيتكم ان شاء الله جود لك لكل الاولاد اكيد. فحص المعتقل كان هي نشوف العربي وبكل فخر العربي اكيد. يلا شو بدكم تبلشوا؟ بننسى شو شو طالبه دلال؟ شو طالبه ستيفاني؟ طالبه رز بحني. خلص انا ما فيني عرضها ومشتاقه هيك للوصفات اللي بنحبها والمعودين. شو اللي على الوجه شو دلال؟ بسكويت مع فستق حلبي دلو. عملت رز بحليب على صخره. اي سي با سكري. خليني اقول انه لو كانوا مسقعين كثير طيبين. سوبر سوبر عن جد 10 على 10 20 على 10 ترى ثانك يو تري بون. وعلى سحلب يعني ما بنعرف ناكل سحلب او رز بحليب. هيك وصفه سهله وسريعه انا بعملها بالغداوات بتغذي بعدين بعملها لاولادي. لازم تعملي له لايثن هلا باخذ معي. ايه تمام بعد في شوي بالطنجره. سوبر ويرز يوجد دلال ثانك يو ميرسي. انا بدي اقول لكم انه بعد شوي كمان رح ندوق برودكت دلال انت بتعرفيه. ايه انا صراحه انا برودكت بشتغل فيه وبشجع كل المشاهدين يلي هلا حيحضروه يشتروا لانه انا سبونسر لإلي وانا بشتغل فيه. ما حنقول رانيا خليلهم اياها. لا بس حنقول انه اي براندز ورح نقول انه لكل اللي بيعملوا سبار وبحبوا البروتين بار احضرونا هلا بعد شوي. ثانك يو دلال. يعني شيء غير بدل عن جد شيء كثير هيك انا شخصيا بشتغل معه. اذا ما بتعملوا سبور كمان فيكم تاكلوا. انا ما بعمل سبور وبشتغل برودكت بروتين باكل هيدا. انا رح لانه بعد في وقت رح كمل هون. فيك شو عندك هلا؟ هلا عندي سانتي. سانتي اوكي. مشاهدينا انا خلصت فقراتي لليوم. بتمنى لكم ويك اند حلو وبشوفكم التنين على راد. ما تنسوا البسمة. تشاو.